وهني متابعيني ال 14 ملي، هذا ال 14 ملي السماكة مالت الحديد، هذا 14 ملي يكون فيه 138 شيش. إذن ال 14 ملي فيه 138 شيش ويكون طنين، يعني كل ربطة كاملة تجي طنين في كل تلك الأمور، الربطة الكاملة عن طنين ويجي فيها 138 شيش الطنين، 2000 كيلو جرام يعني 2 طن، و14 ملي والطول 12 متر. وهني أيضا نجي إلى الأخير 16 ملي، يجي أيضا ربطة طنين ويجي فيها 106 شيش. هذه الشركة الكويتية، وأعتقد الجميع فهم شلون الطريقة، وإذا لازلت مضايفني ضيفني عشان توصلكم مقاطع. السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام، بس يعني للمعلومية هذا هو الآن عندنا الأطنان الحديد هنا، بس حبينا نعلمكم شوية. نجي هنا الطول لازم 12 متر أكيد، حجم الحديد 8 ملي، 8 ملي كم يصير فيه لازم شيش؟ راح يصير فيه 422 شيش واثنين طن، الربطة تجي اثنين طن. هذا بالنسبة 8 ملي تجي 422 شيش ويجيك ايش؟ طنين. نروح المرحلة الثانية عشان توصلك مقاطعي اول باول، وفعل زر التنبيهات على قناتي على اليوتيوب، واشترك على الانستغرام مالي وعلى قناتي على اليوتيوب وايضا على السناب، المقاطع حار بحار من المهندس مطقد عيج، توصلك كل شيء مهم وجديد على السوشيال ميديا. تحياتي والسلام عليكم.